مرحب بحضراتكم. اولى فقراتنا الحواريه، وزي ما كنت بنوه في بدايه الحلقه هنتكلم في الفقره الاولى مع بطل من ابطال النادي الاهلي في العاب القوه، واللي حقق العديد من الانجازات والبطولات وتوج كمان بطلا لبطوله الجمهوريه للدرجه الاولى، ده من اسبوعين ثلاثه تقريبا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر وكواليس اكيد الرحله بقى، لان احنا بنروح نشوف البطوله او الميداليه بس ما بنعرفش الكواليس ورا ده ايه. خلينا نرحب بالبطل بتاعنا محمد مجدي حمزه، لاعب الاهلي ومنتخب مصر لالعاب القوه. كنت معانا قبل كده، صباح الفل. بس كنت معانا قبل ما تروح وتتاهل الاولمبياد زي ما كنت بتقولي، واحنا وشنا كان حلو عليك على طول. بعدها تاهلت الحمد لله يعني. الحمد لله. محمد، احنا اكيد سعداء بيك جدا، بس خلينا نرجع كده مره ثانيه لورا شويه. انت من بعد ما كنت عندنا الحمد لله تاهلت الاولمبياد، وعايز اعرف الرحله في الاولمبياد لغايه بعد كده لما وصلت بقى عندنا والبطوله دلوقتي وغيره. اتفضل. واتاهلت قبل بس كان فتره كويسه يعني، بس للاسف يعني لعبت ماتش كنت بلعب على اصابه وخلصت. بعد كده عملت اشعاعات وكده، كانت الاصابه طلعت قويه جدا، فقعدت حوالي 5 شهور 4 شهور بتعالج قبل الاولمبياد، فما روحتش يعني قبل الاولمبياد اصلا. انت كنت بتتعالج قبلها فانت رايح مصاب. يعني بالظبط، انا يعني بدات اشتغل كويس قبل الاولمبياد بالظبط بشهرين، لكن كل المده اللي فاتت دي كلها كانت اصابه قويه وانا لعبت عليها عشان اتاهل، وتاهلت بس ما كانت اصابه اقوى مني شويه يعني. اوكي. وخلصت ورجعت بقى، قعدت مثلا اجازه شهر مثلا، وبدات اتمرن تاني عشان السنه دي في بطوله عالم، ودي اللي بركز عليها يعني. والحمد لله لعبت الجمهوريه اللي فاتت وعملت رقم كويس برضه، قريب جدا من التاهيل ان شاء الله. كويس جدا. طيب بطوله الجمهوريه بقى برضو هي يمكن مش البطوله الفظيعه يعني، بس هي بطوله كويسه جدا، وانت برضو الحمد لله حققت فيها حاجه محترمه. خلينا برضو نروح للكواليس بتاعتها وبعد كده الاستعدادات للي جاي. طبعا يعني بطوله الجمهوريه طبعا جايه في وقت صعب شويه، اللي هو شهر 12 ده، يعني عاده ده مش الوقت بتاعنا يعني، احنا على طول شهر 3 وشهر 7. طب اشمعنى دلوقتي معموله؟ علشان كان يعني قبل الاولمبياد كان كله مركز على التمرين او اكتر او كده، فاجلوها لبعد الاولمبياد عشان يبقى في وقت يعني. وبعد كده في انتخابات حصل في الاتحاد وكده، ف كل ده خد وقت يعني. ما كانش ينفع تاجل اكتر من كده خلاص. لا ما ينفعش، بس هو يعني المفروض ان هي تلعب في شهر 7 مثلا، فلعبتها وانا اصلا يعني بلغه التمرين يعني محمل يعني، اللي هو اصلا المفروض ما العبش دلوقتي يعني. والحمد لله رقم كان كويس يعني، ده دفع للي جاي ان شاء الله يعني. كويس جدا. خلينا نعرف برضو كم لاعب شارك، الكواليس هناك كانت ازاي يعني؟ انا محتاج اعرف منك الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش على الشاشه دي الجمهوريه. وبرضو عايز اعرف، معلش انا الاولمبياد برضو مهمه جدا، ان احنا يعني ناس تاهلت وناس من عندنا ما تاهلتش، بس احنا ما نعرفش الستوريز اللي ورا القصص او يعني ورا الموضوع، فبرضو كلمنا نبدا بالاولمبياد وبعد كده ببطوله الجمهوريه. هو تقيل الاولمبياد بيبقى فيه حاجتين، يا اما اكون مثلا من يعني جوه احسن 32 واحد على العالم، يا اما بعدي رقم، بس هو عاده بيبقى اصعب رقم يعني. بعديه وبتاهل، والاثنين يعني تو ويز بيوصلوا عادي جدا، فانا اتاهلت بالرقم على طول يعني. كويس جدا. في ناس عادي اتاهلت بالرانك، بس الكل بيلعب عادي، بس اهم حاجه اكون جوه احسن 32 على العالم يعني، ده تاهيل الاولمبياد. في الجمهوريه عادي اعتقد يعني احسن اثنين في كل نادي بيلعبوا، في اعتقد في تصفيات الصبح والفاينل هو 8 او 9 يوم. هو لو اتكلمنا بقى وركزنا اكتر طيب على النادي الاهلي دلوقتي، اتكلمنا اكتر عن العدد بتاعكم وفكره التدريب بيتم ازاي، يعني اللي هي الحاجات اللي احنا برده زي ما كنت بقول لك مش بنشوفها. هو انا بتمرن في الاستاد في مع منتخب يعني. ف والنادي الاهلي اعتقد برده بيبقى واخد ميعاد جوه الاستاد يعني. و انتوا كم يعني يوم في الاسبوع ولا لا؟ كل يوم. كل يوم. وفي اوقات تبقى قبل البطولات صبح وليل. هو ده دلوقتي يعني، ده الوقت بقى اللي احنا اصلا لعبنا فيه بطوله، كنت يعني هي يوميا صبح وبالليل 6 ايام في الاسبوع، هو الجمعه بس اللي بقى اجازه. هي الفتره دي تبقى صعبه جدا ومفروض يعني ما العبش فيها، بس هو طبعا الجمهوريه جت في الوقت ده فالحمد لله شاركت بشكل كويس يعني الحمد لله. طب انت اصلا بتدرس يا محمد؟ يعني خلينا برضو نعرف الجانب ده لان مهم نعرف ده، انت في جامعه ولا انت انت مواليد 96 عندك 25 سنه، انت خلصت بقى؟ خلصت بسنتين بالظبط يعني. درست ايه؟ انا كنت بيزنس في الجامعه الكنديه. اوكي. واشتغلت ولا احنا مركز بس في الرياضه؟ هو بصراحه انا كان عندي يعني حلم في الرياضه كان قوي شويه، فصعب ان انا اشتغل معاه يعني، فكنت ماجل الموضوع، اجلت سنه عشان اتاهل، فالسنه اصلا كلها اتاجلت بتاعت كورونا. اوكي. بعد كده اتاهلت. فهي الموضوع عمال يتاجل معايا، بس هو فعلا يعني في حاجه عايز اعملها في الرياضه قبل ما بسيبها يعني، عايز اسيب حاجه. انت ممكن حتى تشتغل في المجال ده يعني، ممكن ان انت تدرس حاجه ليها علاقه بعد كده بالتدريب او التحكيم او غيره، ولا ده مش حلمك يعني؟
مش حاسه دلوقتي يعني مش حاسس ان انا افكر فيه دلوقتي، بس هو او ممكن طبعا يعني. بس هو اللي انا حاسه اكتر ان انا عايز يعني اسيب اثر في الرياضه، يعني اللي هو احاول يعني اعمل رقم اقوى من اللي انا عامله. والاحتراف ايه يعني، ما فكرتش قبل كده وانت اصغر في السن شويه؟ انت مش كبير كده كده بس اصغر، ما كنتش بتفكر في الاحتراف ولا الموضوع صعب برضه لما تيجي تتكلم على العاب قوه مش احسن فرص يعني؟ بس هو الاحتراف يعني احنا كلعبه ما بنلعبش قوي باسم يعني بره مصر، ما بقاش باسم نادي او منتخب قوي يعني. ممكن عادي في ماتشات بتتلعب هو بالاسم الشخصي يعني، هو انا معروف بالاسم مثلا كده، اه معروف ان انا في الاهلي وفي منتخب مصر، بس هو الاسم والرقم بتاعي على الاتحاد الدولي مديني دفع ان انا العب اي ماتش عادي. فقالوا الاحتراف في اللعبه عندنا مش يعني عادي، ممكن ابقى عادي جوه هنا جوه مصر بس يعني ليه اسم بره قوي يعني. كويس. وما جاش فرصه يعني ان انت تتاهل او يعني تحترف في اي دوله؟ ما هو صعب، ما اعتقدش فرصه يعني. ما هي النقطه في كده يعني، في انا اوريدي بلعب بره الحمد لله كويس وماتشات قويه جدا، فممكن ما احتاجش قوي ان انا احترف أقدر. يعني بس عايز اسالك على حاجه برضو، لان العاب القوى يعني ليها حاجات كتيره يعني انواع كتيره، بس برضو النظام الغذائي ايه نظامه يعني؟ ما فيش اكل معين وزن معين يعني؟ خليني اعرف برضو. لا هي عموما احنا ما عندناش وزن يعني، احنا في عادي ممكن تلاقي واحد جسمه مليان جدا وواحد جسمه خفيف، لعبه تنافس في نفس الاوزان عادي؟ سوري، اوزان مختلفه؟ هو هو اه عادي، ما كله بيرمي بوزن واحد كاداء يعني، لكن كوزن جسم مفيش يعني، ما كل واحد عادي يعني. انت ممكن حد مثلا ارفع منك ب 20 كيلو يبقى اقوى منك؟ اه طبعا عادي. عادي الموضوع ملوش علاقه يعني، هو كل واحد يعني ربنا بيبقى دي ميزه يعني، في واحد بيبقى طويل بس هو بطيء شويه، في واحد بيبقى اقصر بس اسرع، كل واحد بيبقى ليه ميزه بيعرف ينافس بيها يعني. يعني انت ما بتخليش بالك من وزنك، الموضوع ملوش علاقه حتى في يعني النفس حتى في السرعه يعني ملهاش علاقه؟ بنشتغل كل حاجه، بس هو يعني انا مثلا بالنسبه لي يعني شكلي في التراك مثلا او في التمرين او كده احسن بكتير من ان انا افضل قاعد كل يوم اقيس وزني يعني. اوكي. ده اللي بحس ان هو بيبقى ماشي معايا اكتر يعني. الفتنس يعني احسن. اه يعني ممكن ابقى وزني خفيف جدا بس انا مش قادر اعمل الحاجات دي. صح. ممكن يبقى وزني تقيل بس قادر اعمل حاجات ممكن عشان وزن خفيف يعني. طب العاب القوه لو اتكلمنا شويه، معلش روح للسيدات لان انت برضو نظرتك غير، انت بتشوف ده، بتشوف البنات ازاي برضو محققين في الفتره الاخيره؟ ان احنا شايفينها على الارض لا في اختلاف كبير. في اختلاف كبير طبعا. كفايه يعني في بسنت حميده ما شاء الله عليها يعني، يعني عامله انجازات. بتنافسكم اوقات ممكن يبقى بيحصل منافسات بين الرجاله؟ لا هي اصلا هي سبرنت يعني 100 متر و200 متر و بس ما بيحصلش منافسات حتى لو سبرنت برضو بس رجال يعني؟ ما اعتقدش، ما تابعتش يعني. بس هو اللي اعرفه ان هي ارقامها قويه جدا وهي اتاهلت للاولمبياد اللي فاتت ومتاهله لبطوله العالم اللي جايه، واعتقد حتى الاولمبياد اللي فاتت كانت هتروح تعمل انجاز قوي بس حصل اصابه قبل السفر باسبوع بالظبط. ايه موضوع الاصابات الكتير دي اللي بتحصل يعني؟ فعلا مش اول مره اسمع ولا ثاني مره ولا عشر مره، دايما بيحصل اصابات تحديدا في اللعبه دي، وفعلا قبل الاولمبياد قبل التاهل ده. لا هو موضوعها كان اصعب كتير يعني، انا اتصبت بست سبع شهور مثلا او كده، فكان عندي وقت ان الحق نفسي وانا اعرف شارك، لكن ده وصل احنا كنا بنعمل مسحه تقريبا وهي يوم المسحه اتصابت واصابه قويه، وهي اصلا السبرنت يعني لو في اي حاجه خفيفه جدا مش عارف تجري بتاثر. ف كان حظها سيء جدا يعني. معلش ميتا، بص احنا عايزين ربنا يعوضها ان شاء الله 2024، مش هنقبل اقل من بقى يعني 15 20 ميداليه. يا رب نقدر. يا رب والله محمد احنا نقدر يعني. انت حتى لو انت كبطل رياضي برضو، رايك ايه في الرياضه مؤخرا يعني؟ انت بتتكلم هنا عن الرياضه النسائيه عامله طفره كبيره جدا، برضو عندنا البارالمبيات عاملين شغل الحمد لله محترم جدا، في اهتمام او الثقافه شويه اختلفت بالرياضه، فانت شايف ده ولا لا؟ انت برضو عشان جوه الفيلد يعني. لا شايفه جدا بصراحه يعني اللي حصل في الاولمبياد اللي فاتت اصلا كان في الالعاب احنا ما كناش موجودين فيها تقريبا، بقينا نجيب ميداليه ميداليات فيها، حتى مثلا في لعبه انا كجوله كان معايا مصطفى عمرو زميلي يعني قدر يخش فاينل في الاولمبياد اللي فاتت، فهو لا حصل اختلاف كبير، واعتقد ان الاولمبياد اللي جايه هتبقى احسن بكتير يعني. طيب بص بقى يا محمد، احنا معانا دلوقتي برضو على التليفون كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه بالنادي الاهلي. يا كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك في البدايه. صباح النور عليكي وعلى كل الاهلاويه وعلى محمد بقى البطل بتاعنا الجميل. لا ده اساسي، ده اساسي. ايوه ده حاجه جميله يعني، ربنا يبارك. والله يا كابتن ياسر لسه كنا بنتكلم في موضوع عايزه بقى حضرتك تشاركنا في فكره هنا الطفره اللي احنا شايفينها برضو للرياضيين بتوعنا، وفكره برضو الحماس الموجود والرياضه النسائيه اللي فعلا اختلفت على الارض، وهم بصراحه بقى لو هنتكلم هم اللي بيجيبوا لنا الميداليات يعني، كمان نتكلم في العاب القوه. لا بجد الواحد مبسوط يعني، حقيقي فيه اختلاف كبير جدا على الارض الفتره الاخيره، فراي حضرتك ايه برضه؟
زي ما حضرتك قلتي بالظبط، هو في اختلاف كبير ان الرياضه النسائيه ابتدت يعني تاخد يعني الاهتمام اللي يناسبها واللي يناسب حجمها ويناسب مصر كلها. الحمد لله بقى لنا نقول 4 سنين الاهتمام في زياده، وبنشوف كده في جميع الفرق الرياضيه واخرهم اعتقد كره القدم النسائيه اللي ابتدت تظهر دلوقتي. صحيح الاكاديميه. صحيح بالظبط، ودي حاجه طيبه طبعا، وطبعا بالنسبه لنادينا العزيز دي حاجه يعني الحمد لله طول عمره هو الليدرز يعني. هو صحيح. وان شاء الله ان شاء الله نشوف حاجه كويسه السنين الجايه. حلوه قوي. احنا اتكلمنا برضو انا ومحمد عن يعني اولمبياد طوكيو والعاب القوه ومشاركته والاصابات اللي حصلت لبعض اللعيبه قبل يعني التاهل، فخلينا ننتقل كده برضو عايزه اروح مع حضرتك ورسمين خطه ايه ليه نتكلم هنا اولمبياد باريس 2024. اعتقد امال المصريين كلها متوقف على الجديه والميداليات، واحنا اعتقد بقى كل يعني فتره بنبقى عايزين ميداليات اكتر، بنقارن باللي فات وعايزين احسن، فبرضو التجهيزات ايه للي جاي ان شاء الله يا كابتن ياسر؟ هو الحمد لله هو يعني اعتبارا من اولمبياد طوكيو واحنا في مرحله تجهيز لباريس ان شاء الله. فيما يخصنا احنا وبيخص ضيفنا العزيز مجدي، احنا طبعا الاولمبياد اللي فاتت زي ما حضرتك قلتي لكورونا ومش عارفين هتلعب ولا مش هتلعب، والاستعداد قبلها اعتقد ما زادش عن 3 شهور. يعني ان شاء الله توقعاتنا بالنسبه لاولادنا ان احنا لا في حماس موجود من ساعه ما رجعنا، وارقامهم بتقول كده يعني. يعني برضو فيما يخص الكله بتاعتنا ومجدي ان احنا النهارده الحمد لله كل رمياتهم بتقل عن 20 متر دلوقتي. يعني خلال السنوات اللي فاتت لا كان احيانا بيبقى 18 احيانا 19، فالاستعداد والحماس موجود كويس عند كل الناس والحمد لله ربنا يوفقهم باذن الله في باريس ان شاء الله. طيب هل في اي مشاكل؟ هل في اي حاجه انتم محتاجينها؟ هل في اي طلبات علشان لما نيجي بعد كده لاولمبياد 2024 نتكلم ان احنا وفرنا كل حاجه، كل حاجه متاحه، ولكن بقى الموضوع متوقف على الاداء؟ يعني هل في اي حاجه كابتن ياسر برضو حضرتك حابب تقولها من خلال 10 الصبح في الاهلي توصل لاي مسؤول بيسمعنا؟ اكيد طبعا اللي احنا بنطلبه الاهتمام المناسب، مش عايز يعني في احنا عندنا قائمه طلبات بنسلمها للاتحاد المصري ابقوا طبعا بخد الدكتور سيف الله شاهين. الطلبات دي اعتقد ان هم برده بدورهم بيوصلوها للوزاره واللجنه الاولمبيه على اساس اللعيبه دول بيبقوا عايزين معسكرات وعايزين تدريبات في اماكن مناسبه، الادوات تكون مناسبه سواء كان جيمنيزيوم او ملعب رمز، المعسكرات والاحتكاك الخارجي. عندنا طبعا لسه الطلبات ونتمنى ان احنا نقدر نوفرها باذن الله تعالى عشان نحصل على النتائج اللي احنا عايزينها. بالظبط، هي دي النقطة المهمة جدا، لازم يكون في يعني توفير لكافة الاحتياجات لأبطالنا في الرياضات المختلفة بصراحة، علشان بعد كده ما حدش يقدر يجي يقول أصل احنا أصل ما كانش في إمكانيات. يعني نتمنى فعلا إن أنتم تنالوا كل اللي محتاجينه علشان إن شاء الله أولمبياد 2024. كل التوفيق ليك كابتن ياسر، بشكرك جدا على وجودك معانا. أشكرك صباح الخير جميعا وتحياتي لمجدي. شكرا لحضرتك. طيب خليني أروح معاك برضه يا محمد، يعني أنا هسألك نفس السؤال بس على سكيل أصغر كبطل بقى. ايه اللي انت محتاجه دلوقتي علشان التاهل اللي ان شاء الله اولمبياد باريس؟ يعني ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي كنت محتاجه في طوكيو 2024؟ يعني خلينا نعرف منك. الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت كانت احسن كتير، يعني سواء الدعم اللي كان من الاتحاد او من النادي الاهلي بصراحه كان كويس جدا، ويعني مش عايز ان هو غير ان هو يستمر، يعني ده اللي انا حاسه لحد باريس يعني. ويكون يعني ان شاء الله التوفيق معانا، يعني ان هو الدنيا كانت ماشيه حلو جدا لحد طوكيو بس الاصابه كانت صعبه شويه، فان شاء الله ما تتكررش تاني وانا رايح باريس يعني، ودي تبقى ماشيه احسن بتوفيق احسن ان شاء الله يعني. طب لو انا اتكلمت معاك شويه على شق مختلف، مش بس اللي هو التاهيل الفني او البدني، لا الشق النفسي، لان خلي بالك من حاجه، اللي بيكون بطل رياضي في اي رياضه راجع من اصابه، راجع من خساره، عدم تاهيل، كل الحاجات دي برضو بتاثر، احنا بشر، ففي الاول وفي الاخر انت بتبقى محتاج اعاده تاهيل علشان تقدر تخش بروح جديده بعد نفس العزيمه بثقه مره ثانيه في النفس. هل في حد مختص بالملف ده ولا الموضوع يعني ذاتي او حد من الاسره او غيره؟ انا بحس ان يعني بتكلم مع الكابتن اكتر، يعني هو حتى لما حصل اصابه يعني كان الدكتور قال لي يعني بنسبه كبيره ممكن يبقى فيها جراحه وممكن ما تلعبش الاولمبياد. طب يعني فانا فضلت انا والكابتن ماسكين في النسبه اللي هي صغيره جدا ان احنا نلعب برضه، يعني عايزين نلعب باي طريقه، وفضلنا حتى بقيه الموسم بنهيئ نفسنا ان احنا هحاول افضل رابط رجليا جدا واخد مثلا مسكن وادلك مثلا على خفيف، اعمل اي حاجه بحيث ان انا العب، انا كنت عايز العب باي طريقه، انا عايز اخد التجربه عشان حتى لو في باريس ان شاء الله ابقى جربت الموضوع يعني. فكان
كملت الموسم عادي جدا وربط رجليا وجيت على نفسي لحد ما لعبت يعني. طب ده ما كانش غلط يعني، انا عايزه اروح معاك بصراحه، هل ده الضغط برضو عليك وعلى ايدك ده كان غلط ولا الموضوع كان تمام يعني انت اتاكدت؟ هي كانت على كانت في رجلي، كانت عفوا في رجلي، كانت في رجلي، بس هو كان غلط، هو كان غلط يعني، او في ريسك اكتر، هو غلط اكتر بالزبط. بس انا كنت يعني كنت رابط رجلي كويس بس هو الريسك كان عالي، بس في نفس الوقت كنت يعني يعني زي مستمد كده عايز العب عايز العب طوكيو باي طريقه يعني، كنت اللي هو كان حلم عملته وتاهلت ليه، فما كنتش عايز اسيبه بسهوله كده وما العبش، حتى العب حتى مش هلعب بكفاءه عاليه بس العب واخد التجربه، بحيث ان انا رايح باريس انا يعني رايح بثقه اكبر يعني. لو سالتك على اللعبه دي تحديدا، مين مثلك الاعلى، مين افضل لاعب في العالم في العاب القوى تحديدا؟ هو اصلا افضل لاعب في العالم يعني، لعب في اولمبياد، هو اصلا كسر رقم العالم السنه اللي فاتت يعني، رانك راوزر من امريكا يعني. ده طبعا اعتقد هو دلوقتي يعني هو ده التوب بالنسبه لاي لعيب موجود حاليا يعني، وارقامه قويه جدا. بص لما بيبقى في حد مميز في مهنه يعني بنمتثلها او رياضه مثلا، بنبقى باصين على طريق او قصه نجاحه او ازاي قدر يوصل اللي هو فيها، هل انت بتخش تشوف برضو الايكونز في الرياضه دي في العالم مشوا ازاي، المسيره بتاعتهم ازاي، التحديات اللي قابلوها، يعني على اساس ان الواحد دايما بيطور من نفسه، هل انت بتعمل كده؟ طبعا طبعا، وكمان يعني لما اسافر اي ماتش بحاول اتكلم معاهم اعرف مثلا انا شرقت فجاه خير ان شاء الله لما بسافر كده بقعد اتكلم معاهم واناقشهم واعرف مثلا يعني حتى زميلي يعني حتى زميلي مصطفى عمرو بقعد اتكلم معاه واعرف مثلا منه حاجات، مثلا لو حاجات ناقصاني بساله عليها وباخد الخبره منه، ان هو حتى يعني الاجيال اللي قبل يعني هو مني بسنه بس هو كان ما شاء الله يعني، حتى كان رقم انا رميه، هو كان رميه قبلي بفتره يعني، وكان ساعدني كتير ساعدني كتير عشان اعرف ارمي يعني كويس. فنفسي اعمله معاه بعمله بره برضو، وبخش اتفرج وبحاول اعرف منهم واعرف هم ايه اللي واقف ضدهم يعني كويس. بتابع يعني طبعا يعني. لو هروح شويه للفاميلي بقى، العيله وكده، كلمنا اكتر عن عيلتك، اصلا في حد رياضي غيرك؟ مين شجعك من البدايه العاب القوه؟ انا بحس العاب القوه من رياضات اللي هي مش كومن يعني، الولاد والبنات دايما يقول لك هدخله سباحه، كره قدم، مش عارفه تنس، باسكت، يعني ممكن نعرف ده شويه؟ اصلا اللي شجعني على العاب القوه هو كان يعني كان كابتن عيد، هو كان اول حد اتمرنت معاه وقعدت اتمرن معاه 11 سنه يعني. كان عندك كام سنه في البدايه بقى؟ يعني اعتقد كان عندي 13 سنه. اوكي، ده سن كويس كستارت يعني. وهو اللي شجعني وكده، طبعا اهلي ما كانواش عارفين اللعبه قوي يعني، بس مع الوقت طبعا هو بيبقى فيه في البدايه اهتم بالدراسه اهتم كده، لكن مع الوقت لما حسوا ان انا يعني في امل يعني ايوه حاسس انه فيه امل يعني، فخل يعني فضلوا بقى يدعموني، حتى انا بقيت هو الخيار الاول للرياضه مش يعني انت اصلا رحت لهم فجاه قلت لهم انا هلعب هتمرن في العاب القوى، مامتك وباباك بقى اخذوا الموضوع ازاي في الاول؟ لا لا عادي، هو يعني هو السن الصغير عموما بيبقى حلو ليه انه يلعب رياضه حتى بجنب الدراسه يعني. فاخدوها اللي هو بس ماشي. هي يعني هي الازمه كلها كانت مثلا يعني لما وصلت ثانويه عامه، فهو بقى يعني هل بقى هخش هندسه واكمل في الدراسه قوي، ايوه، يا اما اخش حاجه اخف بحيث ان انا اعرف اكمل في التمرين، هي دي اللي كانت ازمه يعني. واللي ساعتها يعني كنت انا جبت ميداليه في بطوله العالم في الناشئين في الوقت ده، وقت ثانويه عامه، فقال لك لا ابني بقى طلع مش سهل فهو ده بقى يعني اللي خلاني اكمل اكتر في الرياضه يعني. مامتك ولا باباك الاول ابتدوا مش يامنوا بيك، بس اللي هو ابتدوا ياخدوا كده نظره ان لا يعني محمد يجي منه حاجه كويسه؟ لا هو في الاول كان بابا بصراحه يعني، هو اللي هو اللي كان متابع يعني وحاسس ان الدنيا كويسه، بعد كده هما صح الاثنين بقوا يعني جدا يعني جدا، وحتى يعني اي حاجه ممكن تيجي على الرياضه لا اوكي، حتى لو حتى بره الدراسه يعني. وليك اخوات برضو بيمارسوا اي رياضه ولا لا؟ لا لا هو مفيش مارسوا لا انا بس في عيله تقريبا كلها يعني بجد؟ العيله الكبيره كمان يعني. ايش حلو جدا. طيب محمد يعني انا مبسوطه انك كنت معانا بجد جدا والله، فقره جميله ووشنا زي ما انت عارف حلو كان عليك قبل كده، ان شاء الله في اللي جاي كمان ربنا يوفقك تكون معانا ومحقق حاجات كمان احسن كتير باذن الله. ان شاء الله اشوفك على خير. شكرا ليك يا محمد. طيب احنا لسه اكيد حلقتنا ما خلصتش، في فقره ثانيه هنروح بس فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك.